إذن وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان. أهلا بك في نشرة الأخبار. طبعا في البداية كما لاحظنا وكما تابعنا في مجمل التقرير بأن ميثاق العمل الوطني قد أسس لمرحلة تعنى وتهتم بحقوق الإنسان، كيف تصف لنا هذه المرحلة وهذه الأسس وهذه المبادئ؟ بداية دعيني أهنئ صاحب الجلالة الملك المعظم وسمو رئيس مجلس الوزراء ولي العهد وشعب البحرين الكريم بهذه المناسبة السعيدة التي تكتمل عرس البحرين الديمقراطي سنة بعد سنة بمزيد من الإنجازات. نعم. كما هو أن جلالة الملك والبحرين باليوم العالمي للأخوة الإنسانية وإسهامات جلالة الملك الكبيرة في تحقيق هذا السلام والأخوة الإنسانية للعالم. ميثاق العمل الوطني حقيقة أسهم بكثير من الإنجازات في تحقيق دولة المؤسسات والقانون في مملكة البحرين. هو يعد أحد أفضل التجارب الديمقراطية في الانتقال السلمي لدولة المؤسسات والقانون. نعم. هذا الانتقال ما يميز تجربة البحرين فيه أنه جاء متكامل بين رؤية لحضرة صاحب الجلالة وانطلاق شعب يتكامل مع قائدة في تحقيق هذه النقلة الحضارية لمملكة البحرين. الميثاق احد يعني في بحسب المعايير المعنيه بحقوق الانسان هو احد التجارب التي اسهمت في ان تقدم تجربه عربيه على المستوى الدولي في هذا المجال. تقدمت البحرين بميثاق العمل الوطني في الكثير من الجوانب، ليس فقط على مجال حقوق الانسان ولكن في العديد من الجوانب المرتبطه بحقوق الانسان، العداله، موضوع المشاركة الشعبية، المؤسسات، فكل هذا تكامل برؤية انطلقت من ميثاق العمل الوطني وترسخت بعد أكثر من عقدين. نعم. بما نراه اليوم ونشهد. نعم. من أستاذ أحمد، يعني المتتبع اليوم لما تعيشه مملكة البحرين يعني من نهضة وتقدم، نلاحظ بأن هناك يعني تقدم وإنجازات ملحوظة ومتتالية ومستمرة طبعا في قطاع يعني حقوق الإنسان ومجال حقوق الإنسان، وهذا ما يشهد له الجميع يعني سواء في مملكة البحرين داخليا أو حتى على نطاق المؤسسات التي تعنى في يعني حقوق الإنسان. كيف تنظر إلى هذه الإنجازات وهذه المكانة التي احتلتها مملكة البحرين على هذا الصعيد تحديدا؟ دعيني أبدأ من حيث الاستعراض الدوري الشامل التي قدمته. نعم. البحرين في نوفمبر الماضي وسوف تعتمد نتائجه في مارس القادم. هو المؤشر الرئيسي في مجال حقوق الإنسان بحسب معايير الأمم المتحدة عن مستوى حالة حقوق الإنسان في إطار الحقوق والحريات. البحرين قدمت البحرين بداية قدمت أول استعراض دوري في العالم وللمرة الرابعة تقدمه. نعم. كأول دولة في العالم، وشهد الكثير من الأطراء والكثير من الإعجاب بما تحقق للبحرين على مدى 4 دورات من الاستعراض الدوري. نعم. الشامل. فيما يتعلق بإسهامات الميثاق في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في البحرين، يجب أن ننظر لها بعيد عن خلينا نقول الثمرات البسيطة اللي قد ينتبه لها البعض، لكنها مبنية على عمل مؤسساتي. فإذا كان متكامل. نتكلم نعم متكامل. إذا كنا نتكلم عن البناء التشريعي في البحرين، فالميثاق أسهم في بناء منظومة متكاملة ومتطورة جدا جدا على مستوى العالم، ويعني يجعلها في صدارة الدول العربية. إذا تكلمنا عن البناء المؤسساتي، فالبحرين تمتلك واحدة من أفضل البناء المؤسسي في مجال حقوق الإنسان، سواء على صعيد الطفل، على صعيد المرأة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات أو الجمعيات أو المجتمع المدني العامل والفاعل في مجال حقوق الإنسان. إذا تكلمنا على التشريعات، هناك الكثير من التشريعات التي تحقق للبحرين ريادة سابقة، السجون المفتوحة والعدالة. نعم. الانتقالية الفضلة للأطفال، السجون العقوبات البديلة. نعم. وكثير كثير من الإنجازات. البحرين بعد فترة بسيطة سوف تنفرد. نعم. بها مملكة البحرين بعد فترة بسيطة. البحرين سوف تقدم تقريرها للسيداو، وكذلك سوف تقدم خلال إحدى أفضل التجارب الرائدة في مجال حقوق المرأة في الوطن العربي وعلى المستوى الدولي كذلك. نعم. فهذه جملة هذه الإنجازات ما هي إلا
وليدة من ميثاق العمل الوطني الذي ترسخ في ضميرنا الإنساني. نعم، إذا المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. عفوا.